ما معنى اسم كمال؟ اسم كمال من أسماء العالم التي درج التسمي بها قديما، وما زال الآباء والأمهات يفضلون تسمية المولود الجديد، بالرغم من أن بعض الأهالي تميل رغبتهم إلى تسمية مولودهم باسم معاصر ذي وقع مختلف عن الأسماء المعتاد علينا سماعها. ولأن من المهم معرفة معنى الاسم أو أصله قبل تسمية المولود به، لذا سنقوم بتوضيح معنى اسم كمال في المعاجم العربية المتخصصة بمعاني الأسماء، كما سيتم ذكر أبرز الصفات الشخصية الغالبة على كل من سمي باسم كمال. تم توضيح معنى اسم كمال في قاموس معاني الأسماء على أنه اسم علم يطلق على المولود الذكر، وينحدر أصل الاسم من أصول عربية، ومعنى اسم كمال هو التمام، وهو اسم مصدر يدل على أن الشيء مكتمل عمله أو تم عمله دون نقصان. ويقاس هذا المعنى أيضا على كمال الأخلاق. ومن الأسماء العربية ذات الصلة باسم كمال هي كامل وأكمل، كميل وكاميليا واكتمال. والجدير بالذكر أن معنى اسم غيداء تم تفصيله في معجم المعاني الجامع على أنه اسم مصدره الفعل كمل، ومعناه هو التمام الحسن والقوام، ويقال كمال الوجه أي حسن الوجه. ومن الكلمات العربية ذات صلة باسم كمال هي استكمال واكتمال، إكمال وتكملة وتكميل، وتكاملات وتكميلي ومتكامل. يتصف الشاب الحامل لاسم كمال بالعديد من صفات الشخصية الجذابة، منها أنه يعرف عن الشاب المسمى باسم كمال أنه شخصية تقدس العائلة، فتجده دائما يدافع عن أصدقائه وأفراد عائلته. يتميز الشاب باسم كمال بشخصية لديه القدرة على كسب محبة وصداقة الجميع، فهو يتميز بشخصية جذابة واجتماعية في الدرجة الأولى. يتحلى بصفة الشجاعة التي تعد واحدة من أكثر الصفات الشخصية التي يتحلى بها، إن عدم قدرته في التحكم على عصبيته هي من أكثر الجوانب السلبية الخاصة بالشخص الحامل لاسم كمال. ومن الشخصيات المشهورة والحاملة اسم كمال في الوسط العربي هي شخصية كمال الشناوي، وهو ممثل مصري الجنسية، وكان اسمه عند الولادة محمد كمال الشناوي. ولد في سنة 1918 في السودان، وتوفي في سنة 2011 عن عمر يناهز 92 عاما. قدم حوالي 50 عملا سينمائيا وأكثر من 30 عملا دراميا.